إذا في هذا المكان سقط البرميل وأحدث هذا الدمار، دمار هائل في مدينة اللطان من جراء سقوط براميل متفجرة عليها خلال ساعات الليل المتأخرة. أثار الدمار من جراء القصف على مدينة اللطان من بريف أمام الشمال. هذه المنازل دمرت بفعل البراميل المتفجرة التي تلقيها طائرات النظام على مدينة اللطان من بريف أمام الشمال. إذن هذا أثار الدمار من جراء القصف بالبراميل المتفجرة على مدينة اللطان من بريف أمام الشمال. 9/5/2014. من هذا حجم الدمار في مدينة اللطانية من جراء سقوط أحد البراميل على أحد أحيائها خلال ساعات الليل. هذه محلات تجارية في المنازل المجاورة في هذا المبنى. طبعا كل هذه المباني مدنية، هذه مساكن مدنيين، لا يوجد فيها أي مظاهر للثوار أو للجيش الحر.